في أرض الأمجاد ولدنا. لو تقرأنا، لو تسألنا، تعرف عنا أكثر. قدمت فرقة أرام الاستعراضية وفرقة أمال للفنون المسرحية عرضاً مسرحياً هادفاً توجه في مضمونه للأطفال، وحمل عنوان أمجاد العرب على خشبة مسرح معهد الحرية بدمشق. الثقافة كالتالي، نحن بإمكاننا هلأ نقول له نحن للطفل أنه أنا بإمكانك هلأ أنت بتفوت على جوجل، جوجل كل واحد بيقول لك شكل. على فكرة الطفل ضاع، هي مشكلة، وهي مشكلة كتير كبيرة على فكرة. أما لا، الكتاب موجود، إجينا قلنا لهم طيب في عنا هلأ المعري موجود خطوط. نحن بقى نحاول هلأ نقول له لهذا الطفل بدنا نرد نعطيك، تتعود على اللغة العربية، بدنا ياك هلأ ترجع من أول وجديد، تهتم بالعلم وبالمادة العلمية. الكتاب دائما الكتاب بيحكي مزبوط، اما لما بيجوا وعم تحكي على الجوال ممكن تفوتي على جوجل تاخذي لك كذا موقع وكل واحد بيحكي له شكل، اما الكتاب ما له يغير. فنحن عم نوعي العالم انه رجعوا للكتاب، شوفوا الكتاب. كل الاطفال عم يوعوهم على الموبايل وعلى الانترنت وعلى هي الشغلات، فهلا ما بصير هيك يكون. هلا الجيل لازم نعلمه على الكتاب، على القراءه، هيك يعني يكون المصدر تبعهم الكتاب، انه الكتاب هو المرجع الاساسي لكل شيء. الكتاب مفيد اكثر من الانترنت. هلا الانترنت كمان يعني نحن بنحتاجه للتطور، بس الكتاب اكثر، لانه الكتاب بيعطينا معلومات اكثر ومفيده اكثر. هلا على جوجل بيعطينا 10 معلومات وبتكون نصها غلط. تنوعت لوحات العرض المسرحي الذي شارك فيه ممثلون من جيلين من الأطفال والكبار لإيصال رسائل للأجيال الجديدة تتحدث عن ترسيخ التراث والتغني والاعتزاز بأمجاد العرب من علماء وشعراء عبر حكايات جادة وهادفة. هالمسرحية الهادفة أنا بدي أوجه رسالة لكل أولادنا، لكل أطفالنا، لكل طلابنا في أراضي الجمهورية العربية السورية. هي هالمسرحية الهادفة يلي عرفت أولادنا على تاريخهم، على أمجادهم، على أجدادهم. هي المسرحية يلي عم تقول لهم نحن كيف كنا، لازم نحن مو بس نكون في الماضي، لا نحن بالمستقبل لازم نقتدي، يكونوا قدوتنا الحسنة ونقتدي فيهم لحتى هن مثل ما قلت لك يصيروا مواطنين صالحين في المجتمع، يتعلموا، يدرسوا، يساهموا بإعادة سوريا، يساهموا ببناء سوريا. هذا المسرح المدرسي، خلينا نسميه مدرسي لأنه هن مجموعة من الطلاب واليافعين والأطفال، هو فسحة للإبداع. يعني خلي نظهر إبداعاتنا، نشوفها مثل مشروعنا اللي عم نساوي بالمحافظة بكرة لنا. بشكل عام لما نحن متغنى بماضينا، يعني هذا منخلي هالطلاب يصير عندهم توعية بماضيهم، بتاريخهم، بتراثهم، وإن شاء الله بينعكس على حاضرهم. الهدف أنه مثل ما كانوا عم يقولوا أنه كلهم مهوسين بالحاسوب وهيك وبدهم موبايل وهيك، فهدفي أنه مثلا يقرأوا ويتعلموا عن صلاح الدين الأيوبي أو ابن سينا. هلأ إذا بجيب طفل وبقول له أنه مين هو ابن سينا ما رح يعرف يقول لي أنه هو كان طبيب. نحن نعمل مسرحيات وبنرقص وبنتدرب، بنجي بنعمل هون العروض، بنرجع بنروح بنتدرب ونقوي حالنا ونجهز حالنا لحتى نرجع نعمل عروض تانية. العمل هدفه التوجه للطفل وهو المتلقي الأكثر حساسية في المجتمع من أجل ترسيخ اللغة العربية وقيم النضال والعلم. هنالك من الماضي البعيد أصوات لم يختفي صداها عبر طيات الزمن. عرض مسرحي بالتعاون بين فرقة آمال وفرقة آرام للفنون المسرحية تحت عنوان أمجاد العرب للإخبارية السورية زينب عاقل مدرسة اللايك.